صباح الخير يا شباب. أعلنا من حوالي 3 شهور عن دورة التحول من برنامج أكسس إلى الويب، بالتعاون طبعا ما بين قناة سيد بدران ومعهد أضواء السلامة العالي للتدريب. الفكرة كانت إن إحنا هنعمل برنامج مخازن وحسابات زي اللي إحنا عملناه بأكسس بالظبط، أو الدورات اللي إحنا عملناها بأكسس بالظبط، بس هنعملها على هيئة ويب. الدورة زي ما أعلنا هي عبارة عن جزئين، جزء مجاني ده المعروض في قائمة التشغيل دي، إن شاء الله الرابط هيكون أسفل الفيديو. تعرفنا في الفيديو الأولاني على هيئة البرنامج، شكله هيكون بشكل عام عامل إزاي، ودلوقتي هنشوف الاستخدام بتاعه، وبعدين اتكلمنا عن الحاجات اللي هنسطبها واللي هنستخدمها داخل الدورة، وبدأنا نعطي نظرة عامة عن HTML، وفعليا صممنا الموقع ب HTML. بعد كده بدأنا الدورة الخاصة واليوم أكملناها. ما تم رفعه إلى الآن في الدورة الخاصة هو 14 فيديو، كل فيديو حوالي من 45 دقيقة، باقي حوالي 5 فيديوهات لسه هيترفعوا على المجموعة إن شاء الله. صورنا التصميم طبعا خطوة خطوة، وشرحنا كل جزئية في التصميم. الوقت إن شاء الله هنستخدم البرنامج. ده الموقع بتاعنا بعد ما رفعناه على استضافة، طبعا تم حجز استضافة ودومين ورفع الموقع وتشغيله، كل ده متصور في فيديوهات الدورة. الدخول حاليا طبعا باسم مستخدم سيد وكلمة سر 1 2 3 زي ما تعودنا، لكن طبعا الحاجات ديت المفروض ان هي بتكون كلمات سر ثانية وحماية اقوى من كده. اول حاجة خلينا نبدأ نضيف اصناف. لو ما كتبناش رقم للصنف او رقم باركود هو بيبدأ الترقيم تلقائي من اخر رقم موجود عنده. خلينا نقول كارت شحن 10، طبعا ده كان معايا في التيست. السعر العادل وليكن 9، إعادة الطلب عند 5، كروت مثلا للمجموعة، سعر الشراء 9، سعر البيع 10. نعمل إضافة. بعد كده كارت شحن 25، السعر العادل 24، معدل الطلب أو إعادة الطلب عند 5 وحدات، المجموعة كروت شحن، سعر الشراء هنقول برضك 24 نفس السعر العادي، وهنعمل سعر البيع أعلى منه بواحد. بعد كده كارت شحن 50، سعر العادل 49، إعادة الطلب 6 مثلا، المجموعة كارت، سعر الشراء 49 وسعر البيع 50. بالنسبة للحسابات هي مش هتمشي معانا بالتسلسل زي ما كنا شغالين في اكسس، لا هو شبكة حسابات كاملة بيبدأ ان هو حتى يعمل تيست على الحساب اللي احنا بنضيفه. ان شاء الله نبص على الشجرة دلوقتي من الداخل. اول حساب عندنا انا هسجل حساب مورد او مالك، انا هشتغل كلهم باسماء نفس الاسماء المضافة، يعني هنا الحساب مالك، وبرضك اختار له رقم واسم منطقة وأقول له إضافة، هو أضاف الحساب. خلينا نقول مورد 1، نوع الحساب مورد، رقم الهاتف برضك بضيف رقم هاتف وبضيف له منطقة وأقول له إضافة. لو أنا ضفت له مثلا رقم حساب مختلف، يعني هنا كتبت له رقم حساب زي كده مثلا رقم عشوائي مثلا، وقلت له ده حساب شخص محدد وعميل مورد، اخترت له نوع من انواع الحسابات. طبعا لو حاولت اضيف من غير ما اكتب له رقم هاتف او منطقة، ودي حاجات مشروحة في الدورة، يعني من دون رقم هاتف او منطقة هو بيرفض، ممكن اخليه يسمح مش مشكلة، الحاجات دي كلها مشروحة في الدورة. لو عملت اضافة نلاحظ ان هو قال لي رقم الحساب خارج المدى الصحيح. عندنا مدى للحسابات مثلا من 20,000 إلى 30,000، دول حسابات الملاك، من 30,000 إلى 40,000 مثلا دول حسابات العملاء، من 40,000 إلى 50,000 حسابات الموردين، من 50,000 إلى 60,000 دول حسابات المصروفات، فلازم أضيف له في المدى الصحيح. خلينا نضيف عميل 1، اختار له رقم هاتف ومنطقة، نعمل إضافة. وبعد كده نضيف مصروف 1،
نختار بند المصروفات، وأنا طبعا بكتب أي حاجة في الهاتف والمنطقة وهو بيبدأ. بعد كده خلينا نبص على البحث. طبعا ظهرت معايا الحاجات اللي تم إضافتها قبل كده. لو كتبت هنا مثلا 50 وقلت له ابحث، جاب لي الصنف بس اللي فيه الكلمة اللي أنا كتبتها. تمام. بحث المستخدمين، أنا لسه ما ضفتش مستخدمين، ضايف بس سيد بدران، وعامل الدور الوظيفي بتاعه إن هو إدارة. من هنا في إضافة الموظفين بحدد إن كان الموظف ده مبيعات أو مشتريات أو الحسابات أو المراجعة أو إدارة التحصيل أو كان الإدارة. طبعا الإدارة لها صلاحية كاملة على البرنامج. التحصيل بيقدر بس يخش على سندات القبض ويقدر يطبع كشف حساب للعميل. المراجعة برضك بيراجع على كل الشغل، لكن ما بيقدرش يضيف شغل جديد، يعني ما يقدرش يعمل فاتورة شراء أو فاتورة بيع، لا هو بس بيراجع على الشغل. الحسابات بيقدر يضيف الشغل، المشتريات بيضيف شغل المشتريات بس، المبيعات بيضيف شغل المبيعات بس. طبعا دي صلاحيات على البرنامج. لو رحنا على الحسابات نلاحظ زي ما قلت ان الحسابات هتبدأ معايا. طبعا هو بدأ بالأرقام بشكل أساسي، يعني مثلا هنا ادى المالك 20001، لو أضفت مالك تاني هيعطيه 20002. ممكن أنا أضيف مالك جديد وأقول له مثلا فيه مالك 20005 اسمه مثلا محسن. تمام. طبعا لازم أقول له إن ده مالك، لأن لو قلت له إن هو عميل مش هيقبله، لأنه مش هيقبل يضيف بالرقم ده عميل، فهيرجع لي الرقم تاني. تمام. خلينا نضيف البيانات تاني كده ونجي نبص نلاقيه دخل معانا اهو، ده الحساب. لو حابب اضيف حساب في النص برضك بقدر اضيف حساب في النص. وفي الدوره برضك شرحت ازاي ان احنا نعمل ترتيب للحسابات على حسب الرقم، بس رجعت غيرت على العموم مش مشكله. احنا كده ضفنا حسابات وقدرنا نبحث في الحسابات. نبدا الشغل بتاعنا. خلينا نقول ان في سند قبض جاي من مالك، طبعا ممكن اختار بالرقم او اختار بالاسم، وكذلك ممكن اختار بالبحث. مثلا 1000 رأس مال. إضافة، تم إضافة سند الأب. لو فيه سند صرف نوع مثلا من أنواع المصروفات، خلينا نضيف بند المصروفات 100 شهر يناير. تمام. اشعار مدين واشعار داين هنرجع لهم بس بعد ما ما نبص على الفواتير. خلينا نبص كده على المركز المالي. نلاحظ نزل معايا حساب الصندوق، حساب الملاك، وبرضك ظهرت معايا مصروفات. وعشان طبعا ما تمش اي حاجه ظهرت معايا المصروفات على انها خسائر، لسه ما تمش اي عمليه شراء او عمليه بيع. تمام. نروح نعمل فاتوره شراء. نوع الفاتورة بنحدد إن كانت نقدي أو آجل. خلينا طبعا لو نقدي هتسحب معايا من الصندوق، لو آجل تسحب معايا من حساب الملاك. تمام. خلينا نروح نختار بالاسم من حساب المالك على أساس إن إحنا بنضيف البضاعة اللي عندنا في المخزن. هنقول بضاعة أول المدة، نعمل حفظ، بعد كده نختار الصنف، نقول مثلا عندنا من الصنف ده 100، نعمل إضافة، تم إضافته في الفاتورة، نختار الصنف التاني برضه 100، إضافة، طبعا جاب السعر اللي إحنا كاتبينه كسعر شراء. تمام. الصنف التالت، تم الإضافة. تمام. ممكن نخلي البرنامج يحسب الضريبة أوتوماتيك، أو ممكن إحنا هنا نضيف الخصم مثلا في. لا طبعا دي المفروض مش عليها خصم. لو في ضريبه برضك نكتبها هنا، ونلاحظ ان الضريبه هتاثر معايا بعد ما بضغط حفظ، هتاثر معايا على صافي الفاتوره. ده بالنسبه للفاتوره الاولى. خلينا نقول نعمل فاتوره شراء ثانيه. اجل من حساب مورد، من الصنف الأول كمية 150، إضافة، لو أخذنا خصم 50 وفي ضريبة 100، أثرت معايا على الفاتورة. تمام. نعمل مرتجع فاتورة شراء.
نزلت معايا في الفاتورة، نعمل فاتورة بيع. طبعا العمليات دي كلها هنبص على التأثير بتاعها في اليومية بتاعتنا. تمام، فاتورة بيع نقدي، حساب عميل، الصنف الأولاني بعنا 10، إضافة، في خصم 5 مثلا، وفي ضريبة 15، حفظ، مرتجع فاتورة بيع اختصارا، فانا هنسجل فاتورة بيع كبير عشان برضك البنود اللي انا هدخلها ما تظهرش معايا بالسوالب في يومي. طبعا بيتم عمليات البيع لكل الحسابات والمشتريات. لو انا حابب احجم يعني ما يظهرليش فواتير البيع غير العملاء مفيش مشكله، لكن الطبيعي ان انا ممكن اعمل فاتوره بيع لمورد مش مشكله، او للمالك لو هياخد حاجه من عندنا. تمام، خلينا نبيع 150 مثلا. تمام، احنا عملنا مرتجع فاتورة بيع. نيجي نبص على التقرير. اول تقرير عندنا اللي هو الترحيل. طبعا كل العمليات اللي تمت بتظهر معايا هنا. ممكن اعمل اراجع عملية عملية واعمل ترحيل، فبيتم ترحيلها. نلاحظ ان هي اختفت من عندي من هنا. نحدد المدى، طبعا بيظهر لكل الفواتير التي لم ترحل في المدى ده. او ممكن اعمل ترحيل للكل. تمام، عندي اليومية بيظهر لي فيها كل العمليات اللي تمت في الفترة المحددة اللي أنا بحددها له، بيظهر لي كل العمليات، وطبعا هنا حالة العملية اللي كانت تمت مراجعتها والترحيل أو لأ، وهنا البيان أهو، وحالة الفاتورة إن كانت نقدي أو آجل. جميع العمليات بتظهر معايا هنا في اليومية. الصندوق طبعا هو تقريبا شبه اليومية، بس الفكرة إن هو فيه جميع المعاملات النقدية وكل عملية والرصيد بعد كل عملية قد إيه. طبعا متقسم مدين وداين والرصيد. لو فيه رصيد سابق كان هيظهر معايا هنا، وطبعا هيأثر معايا على الرصيد. حساب الأستاذ، لو اخترت أي حساب من الحسابات اللي أنا شغال عليها وعملت بحث، طبعا ده حساب عميل ما كانش فيه أي معاملات آجل. خلينا نقول حساب المورد، ظهرت طبعا العمليات الآجل وسندات القبض بتاعته والصرف، وقال لي الرصيد بتاعه قد ايه. بعد كده ارصدت الحسابات، طبعا ده بيظهر فيه كل الحسابات والرصيد بتاعها قد ايه الى تاريخ محدد. تمام، بعد كده كارت الصنف، بحدد له الفترة من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وابدأ اكتب له رقم الصنف بتاعي واعمل له بحث. هو بيظهر لي جميع المعاملات اللي تمت على الصنف ده، طبعا الوارد والمنصرف. بس انا دخلت في الاخر عكست العمليات فظهرت معايا سوالب بالشكل ده، لكن هو المفروض طبعا العمليات دي هتظهر معايا في الاول والعمليات دي هتكون بعدها، فالرصيد يكون مظبوط. بعد كده ارصدت المخازن، كل الاصناف اللي عندي، وطبعا مقيمة على حسب السعر العادل واجمال البضاعة اللي عندي في المخزن قد ايه، كل صنف والكمية بتاعته، كمية وقيمة. بعد كده عندي تحليل المبيعات او تحليل حركة البضاعة، بحدد له الفترة من تاريخ كذا لتاريخ كذا. هو برضك بيحدد لي جميع الاصناف ويبدأ يعرض لي كل الاصناف الكميات المشترى وقيمتها كانت قد ايه في وقتها، مرتجعات فاتورة الشراء ككمية وكقيمة، فواتير البيع كمية وقيمة، مرتجع فاتورة البيع كمية وقيمة. بعد كده المركز المالي، وده بيعطيني لقطة عامة عن الوضع المالي، قد ايه الفلوس اللي موجودة معايا في الصندوق، قد ايه أرصدة الملاك اجمالا، أرصدة الموردين لو في عملاء عليهم فلوس هتظهر معايا، قد ايه فواتير المشتريات، مرتجعات المشتريات، المبيعات لو في مرتجعات مبيعات برضك هتظهر معايا هنا، وقد ايه البضاعة او تقييم البضاعة الموجودة عندي في المخزن، المصروفات بتاعتي قد ايه. وبعد كده طبعا بيقول لي الارباح، وعندي هنا الخصم المدين، اشعار مدين واشعار داين، والربح العام. خلينا نقول ان احنا استلمنا من مورد اشعار
إن لينا عنده مثلا وليكن 500، طبعا عشان أظبط بيها الرصيد، حافز مثلا، خلاص كده المفروض ال 500 دي بتضاف عليه، وخلينا نقول إن إحنا برضك أعطينا لعميل 100 حافز، أو خصم من العميل، خصم من حسابه. طبعا ده هيأثر معايا هنا على الأرباح والخسائر. 500 دخلت معايا كأرباح، والمية كأنها خسائر، يعني عمل معايا الربح العام. تمام. طبعا عندي هنا تغيير كلمة السر، أقدر أخش في أي وقت أكتب اسم المستخدم وكلمة السر القديمة والجديدة، والجديدة مرتين، وأعمل له تغيير كلمة السر، زر تسجيل خروج. وهنا بيعرض لي مين المستخدم الداخل حاليا للبرنامج بتاعي والدور بتاعه على البرنامج. ده كان عرض سريع جدا للبرنامج. طبعا تم تغيير كلمة السر عشان ما حدش يحاول يخش الموقع بسيد 1 2 3. وده شكل التطبيق بتاعنا او الموقع بتاعنا على الموبايل. نظرة شاشة بتاعت صغيرة زيادة عن اللزوم. يا جماعة طبعا الوقت حاليا غيرت كلمة السر، اسم المستخدم وكلمة السر، عشان بس لو حد حاول يخش بسيد 1 2 3 فإنه مش هيقبل معاه، عشان بس ما يكونش عمليات دخول كتير ونلخبط بعض. طبعا شكل على الموبايل بيختلف شوية. نضيف بس فاتورة عشان نحاول نظبط الأرباح. الفاتورة دي المفروض ما تأثرش معايا على حساب العميل، انها فاتورة نقدي، لكن انا كنت دخلت عملية من شوية بره التسجيل، فهنلاقي بس في تأثير على حساب العملاء بالسالب. العملية دي ما تسجلتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.